على ما يبدو النهاردة حلقة الانحيازات، لأن أنا عندي انحياز لبيت رمزي، يعني هكذا يطلق على هذه العائلة. طبعا في زميلي العزيز واخويا الأكبر وصديقي الحميم ورفيق السفر الطويل سيادة النائب إيهاب رمزي، بس كمان أظن كلنا دون استثناء واحد يذكر، كلنا نحب جدا الفنان والنجم الكبير هاني رمزي المتألق دائما. بس إحنا اتعودنا، مش هقول لك كل حاجة، بس اتعودنا انه النجم هاني رمزي هو واحد من صواريخ الكوميديا العربية. فلما نشوفه في ظهور تراجيدي مذهل في مسلسل العائدون وجب علينا الاتصال علشان نفهم. اهلا 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 بحضرتك. ازاي حضرتك يا استاذ يوسف؟ وكل سنه وانت طيب. يا رب يخليك وحضرتك بالصحه والسلامه، ربنا يخليك يا رب. رمضان كريم. الله اكرم، ربنا يخليك يا استاذ هاني. استاذ هاني، زي ما كنت بقول، احنا تعودنا على النجم هاني رمزي كصاروخ كوميديا. الظهور يا حبيبي والله انت ده من محبتكم بس. لا والله احنا كلنا بنحبك، وانا بالذات يعني اكن محبه خاصه لعائله رمزي، لبيت رمزي بالتحديد يعني، ودايما افضل فاكر. بحبك جدا وليك معزه يا رب يخليك. بنقدر كل شغلك بصراحه. لا ده احنا يعني كمان مقدرين. انا اظن يجب على الناس تعلم انه بيت رمزي قدم حاجات كتير جدا في فتره الصعبه جدا اللي حكمت فيها جماعه الاخوان مصر لمده سنه، وقدمته الغالي والنفيس، ودي حاجة لا يجب أن تنسى على الإطلاق، بيت رمزي بكامله. فلازم دايما نبقى فاكرين ده. احنا عملنا ايه؟ احنا ما عملناش حاجة. يا نهار أبيض. اللي عملوا هم أهل مصر والقائمين على مصر والناس اللي بتحب مصر، كل واحد شارك وكل واحد عمل وكل واحد نزل الشارع في 30/6 وكل واحد حافظ على بيته وعلى أرضه وعلى حارته وعلى جيرانه، كل واحد في مصر عمل كده يعني. هل ده من ضمن المسببات اللي خلت مع حفظ الألقاب هاني رمزي يشارك في العائدون، فكرة تحمل مسؤولية فنية وثقافية وصناعة وجدان وتاريخ وما إلى ذلك؟ والله يا أستاذ يوسف أنا عايز أقول لك على حاجة. مسلسل العائدون ده مسلسل يعني بيكشف حقائق كتيرة جدا، وورانا حاجات احنا ما كناش عارفينها. احنا كمواطنين عاديين ما نعرفش خبايا كتير وما وراء الحوائط وما وراء الوجوه، بيبقى في وجوه اخرى. فاحنا المسلسل ده كاشف لحاجات كتيره جدا، وخاصه حياه الدواعش وفي نفس الوقت تخطيطهم وامالهم في السيطره وفي الخلافه والحاجات دي كلها. كل ده اعتقد ان المسلسل بينه بشكل كبير جدا. انا لما قريت المسلسل وجالي يعني الترشيح فرحت جدا، وقالوا لي انت احنا محتاجينك كضيف في المسلسل، فقلت لهم شرف ليا طبعا وشرف ليا المشاركه، وبحب شديد جدا يعني اقبلت على العمل ده. ولما قريت اكتشفت حقائق كتيره جدا جدا، ده لسه المسلسل هيسخن وهيسخن، وهتشوف حاجات كتيرة جدا، حقائق بجد احنا مكناش نعلمها ولا المواطن العادي يعلمها. فلا، عمل مهم وشرف كبير لأي حد يشارك فيه، وفي نفس الوقت مكتوب بشكل عظيم جدا، وإخراجه كان بشكل كبير جدا، والإنتاج الحقيقة بطل مطلق في المسلسل ده. فإحنا عناصر يعني تعاوننا مع بعض علشان الناس تشوف العمل ده بشكل كويس جدا. وأنا بدعو مش المصريين بس ولا العرب بس، أنا بدعو أن المسلسل ده يلف العالم كله، لأن فعلا قضية الإرهاب تمس العالم كله طبعا. مش بتمس بلدنا بس. فهو مسلسل مهم، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله هنلاقي ردود أفعال قوية جدا من العالم كله مش من مصر بس. يا رب والله الناس تشوف وتفهم وتقدر تستوعب يعني حجم الكارثة اللي ممكن يعني تسبب خطورة شديدة على كل الشعوب. طب طبيعة الدور ده مش زي ما كنا متعودين، يعني احنا مش بنتفرج على هاني رمزي صاروخ الكوميديا، احنا بنتفرج على حد تاني خالص. هل هنعتاد هذه الأدوار خلال الفترة الجاية؟ هي شكلها كده. شكلها كده. ليه بقى؟ لان انا الحقيقه الحمد لله ردود الفعل كانت حلوه قوي جدا قوي من اول ظهوري لغايه الحلقات اللي موجوده دلوقتي.
فأنا استغربت إن الكل بينادي وبيقول لي لازم تشتغل دراما وتشتغل تراجيدي، أنت جواك طاقات تانية لسه ما شفناهاش. أنا مش هضحك عليك يا أستاذ يوسف، أنا استغربت ترشيحي، يعني جراءة منهم وبشكل غير عادي. قلت لهم أنتوا أكيد أنتوا مرشحيني فعلا في الدور ده، قالوا لي آه. قلت لهم طب أوكي أنا بقى هقبل التحدي، لأن كان الترشيح بالإجماع الحقيقة. فاستغربت جدا الـ يعني انه ليهم بعد نظر كده فيا. فجت الفرصه اني اغير من جلدي وان اوري الناس ان في جانب اخر لهاني الكوميديان، في ممثل، يعني في ممثل ممكن يتحدى وممكن يجتهد وممكن يبقى وجه جديد في عمل مهم. فأنا مبسوط إن أنا وجه جديد، يعني أنا كانوا بيقولوا لي هنكتبك إزاي على التتر وكده، والله فكرت قلت لهم اكتبوا الوجه الجديد، بس أنا قلت لا بس اتريق ولا حاجة، بس أنا فضلت إن يتكتب ضيف يعني وكده. يعني أنا أشوف إن ده مش بس بعد نظر، ده معناها إنه طالما الترشيح بالإجماع فإنه صناع العمل عارفين كويس جدا مين هو هاني رمزي وبيقدر يعمل ايه وحجم الموهبه وحجم طاقته التمثيليه ايه. الناس دي عارفه هم رايحين يعرضوا الدور على مين. انا استغربت، انا بقول لك انا اندهشت، بس لما لقيت فعلا ترشيح جاي باجماع وبموافقه، لان خلي بالك الادوار دي حساسه قوي ولازم يعني يبقوا مطمنين قوي للي هيعملها يعني. فلما لقيت الناس بتكلمني كده انا تقبل يعني قبلت ده بشكل ان انا قلت لا انا هغير من جلدي ويا رب اللي اعمله يعجب الناس. هو عجب الناس بزياده الحمد لله. فيا بختنا، فعلا انا سعيد بيها جدا، ده حظنا الحلو من ناحيه المسلسل. انا مبسوط جدا ان المسلسل ده ناجح مع الناس، واتوقع انه كمان الحلقات اللي بعديها تفرق كتير جدا. طبعا طبعا طبعا، احنا حظنا حلو واحنا سعدة جدا بان احنا شفناك بالدور ده، واتمنى ان احنا نلتقي في البرنامج لما وقتك يسمح. اتمنى ذلك. تشرف. لا ده انا اللي اتشرف، انا اللي اتشرف، مش كده ابدا. لا ده انا اللي اتشرف، يعني خبر ابيض. يا بختي، شرف كبير. يا بختي يعني. يا بختي يا بختي، الف 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 شكر ليك وتهنئه من القلب ومن العقل بالمناسبه على دور اكتر من رائع، اكتر من رائع. والجايات بقى ان شاء الله كتير، وهتنورنا ان شاء الله قريب في الاستوديو. كل الشكر لنجمنا الكبير هاني رمزي.